لجينا إلى مدرسة الوكالة. في خلال الحرب سرق المحل، ما بقاش إلا أرفف الثلاجة القديمة اللي عندي ولا شيء. جيت من بيت أهلي أفقد بيتي، لقيت الكل تبعت الأرانب هنا مدمرة، غير طبعا بيتي، التشققات اللي في بيتي هذه لقيتها مدمرة، والأرانب كلها ميتة والأسبسط كله واقع. كنت أشتغل أنا في بيت أهلي، وكنت أغطي مصاريف الجامعة، بس الضرر كله بالحرب، الحرب الأخيرة كله راح. عملت تقدمت للمشروع وصار لي النصيب والفرصة إني أخذت المنحة. سجلت فيها اللي دمروا يعني اي دمرت مشاريعهم بالحرب زيي، وهم بيمولوا وهم بيعيدوا بناء المشاريع تبعتهم زي ما عملوا معي. انه ما حصلتش فرصه ووقفت الجامعه كلها على سبه انه على الاخر، بس الحمد لله الحين ان شاء الله حرجع على الجامعه واكمل مستقبلي.